يا سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس لاستقبال أسئلة الإخوة الواردة والإجابة عليها، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولكن يسأل سائل يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله تعالى قل كل من عند الله؟ قوله تعالى قل كل من عند الله كل قدره الله، لكن وما أصابك من سيئة فمن نفسك، معناها أنت المتسبب لنفسك فيها، وإن كانت مقدرة لكن أنت المتسبب لنفسك فيها، والله أعلم. نعم، تفضل سؤال. سيد، نعم، قضية يعني انتشرت كثيرا من المسلمين مثلا عندنا، قضية البحث على الآثار والتمثيل عنها وبيعها والتردد من ورائها وخاصة من الأصنام منها. مسألة البحث عن الآثار والتنقيب عنها إلى غير ذلك، بغض النظر عن قوانين الدول، كل دولة لها نظامها في هذا الباب، لكن عموما هذه المسألة مضبوطة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا من الناحية الشرعية، أما الناحية القانونية فأهل كل دولة أعلم بقوانين بلادهم في هذا الصدد. بارك الله فيكم. نعم، لكن في شيء خطر، والاستعانة بالسحرة والمشعوذين في هذا الباب، وهذا أضر ما يكون، أضر ما يكون. الاستعانة بالسحرة والمشعوذين في هذا الصدد لا يجوز وحرام. نهى النبي عن بيع الأصنام. أهلا، سؤال آخر تفضل. الشيخ عليه الصيام شهرين، إيه؟ عليه الصيام شهرين، شخص عليه صيام شهرين، شهرين نفس غير متعمد، ويقولون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، عنده قتل نفس غير متعمد، خطأ، قتل نفسا خطأ. واحد يقول له تساهم في هذه الديات اللي يعلنون عنها في الجوال عايز. مثلا دحين معلنين عن دية 53 مليون ولا زيها، حاطين مبلغ تحويل. يسأل عن أمرين: الأمر الأول دية قتل الخطأ، الأمر الثاني المساهمة في دية قتل الخطأ. أقول بالله التوفيق، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، تسقط الدية حال مؤمن من قبيلة كافرة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فدية قتل الخطأ، دية قتل الخطأ يلزم بها على رأي الجمهور العصبات، الملزم بها العصبات، الشخص والعصبة الذين معه. يعني في قتل الخطأ، إذا أنت صدمت شخصا بسيارة فمات، لست أنت وحدك الذي تتحمل ديته في كل الأحوال، إنما العصبات هم يتحملون معك فيها. من العصبات؟ الناس اختلفوا في تعيين العصبات شيئا ما، لعدم وجود النص الصريح في تعيينهم. ففي بعض الدول جعلوا العصبات عصبات الرجل، أبوه وإخوته وجده لأبيه وأعمامه وأولاد أعمامه. في بعض الدول عينت العصابات بهذا التوصيف المذكور، وبعضهم وسع كل القبيلة الذكور من ناحية الأب
جعلهم العصابات، وهذا يصعب ضبطه. إن هذا لا يعمل به في كثير من الدول، لا يعمل به في كثير من الدول. أما ما ذكرت من أنها 53 مليون، ولا كل هذا كلام باطل ولا مستند. لا يعني لعلك تقصد في دي قتل العمد، أما قتل الخطأ معروف على قولين، القول الأول أن دية قتل العمد، عفوا دية قتل الخطأ 100 من الإبل مجزأة وعلى مراحل زمنية، يعني 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 طروقة الفحل، وتقز وتدفع منجمة، ليس كلها في وقت واحد، وتتحملها العصابات. هذا قول. والقول الآخر، وهذا بلا شك صحيح لا إشكال فيه، لكن لما فتحت الفتوحات على عهد عمر رضي الله عنه، بدأ يقوم بناء على الفضة، بناء على الفضة، وأقره الصحابة بما يعادل تقريبا من 10,000 إلى 12,000، يعني ما يعادل بالكيلوات الآن 36 كيلو ونصف جرام من الفضة. هذا الذي اعتمده عندنا الأزهر في مصر، أن الدية في قتل الخطأ بنوها على أثر عمر، وأنها تعادل 36 كيلو جرام من الفضة. وهذا يعني في الحقيقة عندنا أرفق بالناس، أرفق بالناس. فهذا قضاه عمر وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما الذي يعلن عنه في الهواتف كما تفضلت، واحد يقول إن علي دية قدرها 60 مليون أو 50 مليون، هذا قتل عمد، قتل عمد. وقتل العمد هم الذين يتفاوضون فيه، يتفاوضون فيه بهذه الطريقة، ولا نحب هذه المغالاة ولا الدخول فيها، ولا الدخول فيها. نحن من الناس من يدخل بزكوات أموال المسلمين والفقراء ويعطيها لمثل هذا القاتل المتعمد. فتجد يعني مليون مثلا في قرية من القرى، مليون ريال أو مليون جنيه فقط تغطي فقراء البلدة لمدة سنة، القرية الصغيرة تغطي المليون واحد يغطيهم لمدة سنة. فكأنك تتبرع لشخص قاتل عمد بخمسين مليون، أو تجمع له الأموال من أجل هذا. هذا في تضييع لحق الفقراء ولحق المساكين ولحق المرضى والزمنة وغيره، والله أعلم. نعم. أكثر من باع ذهبا لو دفع الدية في القتل الخطأ، الصوم يسقط أم يصوم؟ لو دفعت دية قتل الخطأ، وأحب أن ألفت النظر لأمر يتعلق بحوادث السيارات. كان في زمن من الأزمان أي واحد قتل بسيارة يعتبره قتل خطأ، لكن بعد وجد بعض التفصيل وأراه حسنا. ما هو هذا التفصيل؟ هل المجني عليه يتحمل نسبة من الخطأ أو لا؟ يعني مثلا قطار يمشي، فجأة واحد قطع طريق القطار فمات، هو المخطئ 100%، وسائق القطار ليست عليه أي تبعة. نفس الشيء إذا انتقلنا طريق سريع، معروف أنه طريق سريع ليس عليه مرة، جازف شخص ومشي، هل تحمل نسبة من الخطأ أو لا؟ ويخصم من قدر الدية قدر نسبة الخطأ التي ارتكبها هو. يعني مثلا هب أنه ارتكب نسبة خطأ 70%، لا يكون له من الدية إلا 30. لكن أحيانا مثلا يكون السائق أيضا مسرع سرعة أكثر من السرعة القانونية، فيكون أيضا متحمل نسبة. هذه تكون قضايا ويحسم فيها المرور وأهل الخبرة في هذا الصدد. أرجع فأقول، إذا أنت أديت الدية لأهل القتيل بقي شيء، إن الله قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، ومنها في القوم الذين بيننا وبينهم ميثاق، أو نقول كما قال الله تعالى تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية.
أنت لن تجد الرقبة المؤمنة الآن، سددت الدية لكن بقيت عليك الرقبة المؤمنة، هل تصوم أو في حل آخر؟ ففي الحقيقة هذه المسألة نطرحها أمام المجامع الفقهية في العالم لدراستها من ناحية هل يمكن أن يقوم العبد أو تقوم الأمة الرقبة الآن بكام ونخرج ثمنها، لا نجد رقابا الآن، أم نتجه إلى الصيام؟ الصورة واضحة؟ يعني الآن مثلا هم يقولون في تحرير الرقبة المؤمنة قيمة الرقبة تقريبا نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، إذا كانت الدية مثلا 100,000 يعني قيمة الرقبة 5,000، إذا كانت الدية مليون قيمة الرقبة 50,000، ودية المرأة على النصف من دية الرجل كما هو معلوم. فبنطرح أمام المجامع العلمية الآن ونهيب بهم أن يبحثوا المسألة في حال عدم وجود الرقبة، وأنا دفعت دية قتل الخطأ المالية أو من الإبل أو إن كان، بقيت تقييم الرقبة المؤمنة، هل يجوز أن نقومها ونخرج قيمتها أم نتجه إلى الصيام؟ السؤال واضح؟ فهذه من العلماء من يجتهد ويقول ممكن ندفع قيمتها ما دامت موجودة ويسقط الصيام، نكون أدينا الدية وأدينا قيمة الرقبة المؤمنة، وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. وسيتجه فريق آخر إلى الحكم بالصيام، الحكم بالصيام في حال إذا لم يؤدي الدية من الأصل أو لم يؤدي الدية وتحرير الرقبة، محتمل الاثنين، فهذا وجه لازم أن يبحث إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، ما السؤال؟ وصية يا شيخ. أيوه، وارث الوصية تكون جائرة عن الموروث. وصى الوارث، عفوا، وصى الميت قبل موته بوصية جائرة، قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق والصواب أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيصلح. وإن وصى بشيء فيه ظلم وجور لا يمضى، ولا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث والثلث كثير، فإذا واحد وصى بنصف ماله، بنصف ماله لا يمضى منه إلا الثلث، لا يمضى منه إلا الثلث، بل إن ابن عباس يقول ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. لكن هب أنه وصى على سبيل الإضرار، يعني على سبيل الإضرار، يعني مثلا في واحد يريد أن يكرم أحد أولاده دون الآخرين بعد موته، فالشرع منعه من أن يوصي الوارث، لأن الولد وارث، فيعمد أحيانا إلى أن يكتب لحفيده من هذا الولد ثلث التركة، يعني يقول من حقي أن أوصي بالثلث، الثلث تركة لحفيدي، حفيدي ليس من الورث، فأبوه يجمع بين نصيبه الأصلي وبين ثلث الولد. فإذا كان يقصد إضرارا، إذا كان يقصد إضرارا وعلم من القرائن المحتفة بالقضية أنه يقصد الإضرار، فعندنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، عندنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهذه مسائل تتحكم فيها أحيانا المحاكم في عدد من الدول، كالذي مثلا يأتي على عند الوفاة ويقول زوجتي هذه طالق، طلقتها وبين مني، طلقتها ثم رجعتها ثم طلقتها ثم رجعتها ثم طلقتها حتى تخرج من الإرث. يقولون في هذه الحال طبعا الظاهرية يقولون تمضى التطليق، لكن غيرهم يقول إن عبد الرحمن بن عوف طلق
زوجته تناظر في مرض الموت، فلم يمضي عثمان. فكل المحاكم نظرة في هذه المسألة، محاكم نظرة في هذه المسألة. نعم، هل يجوز أن يسجل الرجل أملاكه لبناته قبل وفاته في حالة عدم وجود أبناء ذكور؟ وهذا أيضا من الظلم، يعني الرجل له بنات فقط وله زوجة، يفترض أن البنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن، يعني أصبح المجموع مثلا المجموع 19 من 24، 5 لإخوانه الذكور له ولإخوانه وأخواته. فيأتي يكتب كل ما يملك للبنات حتى يحرم إخوانه، هذا محرم، هذا محرم إذا كان يقصد الإضرار بلا شك. وإليكم. أنا أقول من الكفارة اللي على القاتل من على نص الخطر، هل يتحمل الكفارة كلها زي الصيام شهرين، عام 60 مسكين، ذات رقبة، يتبعها كاملة ولا حسب الخطأ يتبع الكفارة؟ لا، الصيام لن يجزأ. الصيام لن يجزأ، يعني إذا كان مثلا المجني عليه متحمل نسبة 50% من الخطأ، لن نقول للجاني عليك صيام شهر واحد. ما أحد قال كذا، ما علمت أحدا قال هاي. نعم تفضل. ورث البنات محرم حرمان اخوانه اذا كان لمصلحه بناته، مثلا ما عنده وجود منزل او منزل كتب المنزل باسمه. شوف، اذا كان يعني دائما في مثل هذه المسائل استحضر قول الحسن البصري رحمه الله، وكان إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى يتلو الآية والله يعلم المفسد من المصلح، أنه لا دور. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. نعم. حكم تأخير الصلاة عن الصلاة في المسجد لغير عذر من عذر أو بغيره، يعني الظهر الساعة 12 مثلا والعصر الساعة 3، أنت صليت الظهر الساعة 2، الصلاة صحيحة ليست قضاء، إنما هي في حينها، لأن النبي قال ما بين هذين وقت، لكن ينظر ما السبب، ما الحامل لك على ما صنعت. ما في ضابط، إنه يعني في ضابط العذر، طالب مثلا في الجامعة وفي المدرسة والمحاضرات شغالة مستمرة ولا يستطيع أن يفارقها، طبيب يجري عمليات جراحية لا يستطيع أن يترك العمليات الجراحية، المسائل متعددة، وعلى أي حال الصلاة صحيحة. على أي حال الصلاة صحيحة، ما لم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن عندنا فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أما حديثنا سمع فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ضعيف. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.